ينادينا للاستقلال، ينادينا للاستقلال، لاستقلال وطننا. بسم الله الرحمن الرحيم. باغي نوقف واحد الوقفة خفيفة قصيرة قصيرة بزاف كاع على مدينة وهران، من بعد نفوت ونحكوا على الكوماندوس نتاع بوسر. في الواقع المعاقل اللي قدرت تحضن الثورة كانت أساسا البلونتير، اولا كانت البلونتير، وكنقولوا البلونتير كان من سيدي غريب يضرب حتى الكوش تجير. ثانيا كانت المدينة جديدة، تزيد الحمري وتزيد البركي، هذه الأوساط المكتظة بالسكان الذي تروا بسبب النزوح الريفي منذ نهاية القرن التاسع عشر. هذا أخذ النموذج القومي اللي وجدوا فيه نساء ورجال اللي قدروا يحموا الثورة في هذه الأماكن اللي ذكرناها. كان حاجة كذلك نفطن فيها كان بعض من الشباب اللي ما يعرفوهاش، وهران هي المدينة الوحيدة في الجزائر حيث كان الأوروبيين الأغلبية على الأصليين، سيتادير لي بينوار كانوا والأوروبيين كانوا أغلبية علينا حنا، كانت 200,000 بينوار أوروبيين وحنا كنا إلا 100,000، 90,000 أو 100,000 من السكان الأصليين. وهذا ما يفسر لماذا سكان المدينة مدينة وهران غبنوا هذاك وقت الثورة. ولكن المدينة لقات رجال فدائيين ومجاهدين اللي وقفوا للند مع 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 فرنسا، وقدروا يديروا لها خسائر كبيرة. صحيح عندنا شهداء بزاف، ولكن قدروا كذلك المجاهدين الفدائيين يديروا خسائر كبيرة للاستعمار الغاشم. ينادينا للاستقلال، لاستقلال وطننا. في بداية 57 كلفوا بن يوسف فرحة لتكوين مجموعة كوماندوس. بدا يكون في المجموعة، على رأس المجموعة كان فلاح عبد القادر ديت ود الغالي، وزاد خمسة واحد اخرين معهم. هذا المجموعة كونها باش يروحوا يقضوا على رئيس البلدية نتاع بوسفر. لما وصلوا وديروا عملية اخرى في مرسى الكبير. لما وصلوا لهذيك الفيرما وبقوا قاعدين، مع الاسف الشديد كانت عيون فرنسا شافتهم. كي قعدوا تما لك تلقاو روحهم مسركلين، كان عندهم سلاح، خمسه بندقيات، زوج بندقيات رشاش، وثلاثه بندقيات نتاع حربيه. بداو متشدين مع 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 العسكر الفرنساوي النهار كامل، لان كانوا في بحيره. لما قعدوا في ذاك الجنان النهار كامل متشدين مع ذاك الاستعمار الغاشم، ما نجموش عليهم، راحوا جابوا لهم الطائره باش استشهدوا في هذاك المكان، ضربوهم بالطائره. الله يرحم الشهداء. هذه المعلومات اللي ذكرناها نتاع السلاح هي على حساب الجرائد الفرنساويه نتاع 2 و3 نوفمبر في 1957. ينادينا للاستقلال. هنا دخلنا لبلدية العصر، هذه هي البلدية تاع العصر. ندخلوا ونحوسوا على المقبرة تاع سيدي بو عامر وين مدفونين، والمكان اللي كانوا داروا فيه الامبيسكاد. البوسفر حوسنا
مع الاسف الشديد ما ماشي تما مدفونين، كاين مقبره الشهداء تما الله يرحمهم ويجعلهم من اهل الجنه، ولكن قالوا لنا رجعوا للبوسفر في مقبره سيدي بوعامر، رانا رجعين البوسفر نسقسوا عليهم وين مدفونين. هذه الدخله نتاع بوسفر ان شاء الله نسقسوا عليهم وين مدفونين. انا خارجين ان شاء الله، هذه هما مقبره الشهداء اللي مدفونين فيها السبعه اللي قاموا بالعمليه السريه تاع المرسى وعمليه اخرى احنا باش يقتلوا المير. مع الاسف الشديد كانوا ديجا طاحوا في فخ وتشدوا مع الاستعمار الفرنسي نهار كامل. الله يرحم الشهداء. المقبره نتاع سيدي بوعامر، المقبره تاع الشهداء اللي كنا منذ ثلاث ايام نحوسوا عليها، لان احنا قالوا لنا مدفونين في العنصر وهما لا مدفونين غير هنا في المقبره هذه تاع سيدي بوعامر، مدفونين فيها الشهداء السبعه زائد معهم شهداء اخرين. هذه مقبره سيدي بوعامر اللي مدفونين فيها الشهداء اللي قاموا بديك العمليه هنا في العنصر، وكانت عندهم عمليه اخرى كذلك في مرسى الكبير. الله يرحم الشهداء ويرحم امه محمد اجمعين. هنا نهودوا ونشوفوا المقبره نتاع الشهداء اللي مدفونين فيها الشهداء تاعنا، مدفون فيها عبد القادر الفلاح، فاهم ولا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسب الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم. المجد والخلود لشهدائنا الابرار. هادو المجاهدين اللي قاموا بديك العمليه هنايا في بوسفر، وكانت عندهم عمليه اخرى في 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 مرسى الكبير. المجاهدين هم بوعامر بالعربي، ميلود بن عامر، محمد بن سعاده، سعيد بن عامر، عبد القادر بن سعاده، علي المختار بن يوسف فريحه هو اخو فريحه، عبد القادر فلاح، سعيد ناشي، الدين عزلاوي، محمد بومعزق، بوحجر بالغماري، قدور عمر، بن عيشة بن عمر، محمد بالعربي، محمد بودينار، عبد المحبد رحاب، لعرج عشير، ملود داود، حبوش محمد. الله يرحم الشهداء. هادو هما مقبرة الشهداء مدفونين فيها السبع. هنا مدفون الشهيد خونا الله يرحم الشهداء بن يوسف فريحه، واخونا خفلانا لناهم ولهم فلاح عبد القادر. هادو هما قبور الشهداء. هنا مدفون خونا فلاح عبد القادر مع بن يوسف فريحه، ومعهم مشاهدين اخرين اللي ماتوا في عمليات اخرى. الله يرحم الشهداء. هذه هي مقبرة الشهداء اللي مدفونين فيها فلاح عبد القادر الذي كان من أشحص الفدائيين في وهران. هذا هو كوموندوس اللي قام بالعمل. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند
عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم.